وربما تحدث على يعني بما يدور داخل شريحة عريضة أو الشريحة العظمى من الشعب المصري. حضرتك بتقول إن هو السياسة، السياسة في المواقف اللي زي دي يا دكتور محمد بتحتاج الصراحة والوضوح. المفترض يعني ان هو في يعني هناك اسئله تحدث وملفات تحدث او لا تحدث حتى يعني لازم اعرف انت موقفك ايه، موقفك ايه من حاجات كتيره جدا موجوده. المفترض انت شايف ان هو لديك مؤهلات لتكون يعني ان هو لتكون رئيس لدوله بحجم مصر. اوكي، مظبوط. عليك ان تحدد موقفك، موقفك من تنظيم الاقليم الارهابي، موقفك من كيف تتعامل فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه المصريه، في دوائر الامن القومي المصري. كيف تتعامل مثلا مع اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل؟ كيف تتعامل مع ان هو حلفاء مصر في الخليج؟ كيف تتعامل مع الصين، روسيا، امريكا؟ كل هذه الامور يجب ان تكون واضحه في برنامج الانتخابي. كيف تتعامل مع الملف الاقتصادي؟ ليس هناك اي ملامح نهائي لاحمد طنطاوي، للاسف يعني ما فيش ملامح ان في برنامج انتخابي. ما هو ده اللي انا ده اللي كل هو موجود مجموعه من الشعارات، هو يصرخ ويهاجم الجميع، يتبنى خطاب يعني ايه ليس لها اي علاقه بالسياسه عموما. هو طيب. خطاب تحريضي، يعني هو خطاب تحريضي. الرجل يخرج ويقول انه اذا تم منعي من ان هو استكمال توكيلات شعبان للترشح سيحدث مثلا كذا. هذا تهديد بالفوضى. بالظبط. انت مرشح رئاسي محتمل، اذا كان لديك القدرات التنظيميه ولديك يعني انا اقول لك ان احمد الطنطاوي ليس لديه اي قواعد سياسيه تنظيميه في المحافظات المختلفه المصريه.